في اشرف يا جوزي. الخير مساء النور. بقول لك ايه بس انا كده كنت قاعده بيني وبين نفسي كده قلت اما اسخسك ولا اسالك كده بحاجه كده مهمه قوي. خير ان شاء الله خير. مش عارف اصل السؤال عدى عليا كتير قلت اسالك كده. ما هو الفرق بين الزوجه المحترم والزوجه الغير محترم؟ اشمعنى يا السؤال ده يعني؟ انت شفتيه فين ولا سمعتيه فين؟ عدى كده من قدام وشي وانا قاعده. يا سلام والله العظيم ان شاء الله. اه يعني بقيتي تشوفي حاجات عدله دلوقتي يعني؟ هي دي حاجه عدله؟ اه يا السؤال يعني اه الحمد لله. انا بشوفك انت قدامي على طول يعني الحمد لله دايما شايف حاجه عدله والله العظيم يا شيخ اشرف يا جوزي الحمد لله. ما هو بقى الفرق؟ انت قاعد مديني ظهرك ليه كده يا شيخ اشرف يا جوزي؟ يعني مالك مش طايقني ليه كده؟ لا 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 خير ان شاء الله خير ان شاء الله. يعني ليه بشوف اخبار الدنيا بشوف اخبار الدنيا هعمل ايه؟ لا اله الا الله لا اله الا الله. المهم ما هو الفرق يعني ايه اللي بتحسه كده الفرق بين الزوج المحترم والزوج الغير محترم؟ محمد ايوه يا اخويا انا معاك. الزوج الغير محترم ايوه لو متجوز غزاله اه عينه هتزوغ على المعزه اللي في الشارع ايوه اه. والزوج المحترم ايوه لو قدامه 100 غزاله ايوه مش هيشوف الا المعزه اللي في البيت. اه ما فهمتش حاجه. ايوه بسم الله ما شاء الله الله يفتح عليك الله يفتح عليك بسم الله ما شاء الله نكتب. اه يعني انا بقى ايه غزاله ولا معزه حسب ما انت شايفاني؟ انت شايفاني ايه محترم ولا مش محترم؟ ازرق ومنيل عليا وعلى اللي جابوني. وانا يعني ما بعرفش اخد منك عقد نافع خالص خالص مش عارفه ما